في الختام تذكير بأبرز العناوين. العاصفة الترابية لم تمنع احتفالات العيد في صلاح الدين، والبلديات تستنفر جهود تنظيف المدن وتسجيل مئات حالات الاختناق. قائد شرطة صلاح الدين يعلن نجاح خطة العيد والقبض على مرتكبي جريمة تكريت، وقلق في الدجيل من غلق علوة الخضار. سياسيون يلوحون بطي صفحة حكومة الأغلبية الوطنية، والتنافس على المستقلين يغير أولويات التحالفات الجديدة. البيت السياسي الشيعي يراهن على دور الرئيس بارزاني بإنهاء الأزمة، والعراق في المرتبة العاشرة عربيا بمؤشر الجوع المقلق. نهاية نشرة قدمناها لكم من قناة صلاح الدين الفضائية، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.